وللحديث عن الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الدكتور علي العلاني خبير الجماعات المتشددة. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هذا الاضطراد العكسي كيف تفسروه من وجهة نظركم في الوقت الذي خسر وما يزال يخسر داعش من مؤيديه ومواليه على الأرض، ما يزال يحتفظ بقاعدة صلبة لمؤيديه في العالم الافتراضي بحسب اليوروبول؟ يعني اعتقد اولا لابد ان نذكر ان داعش في بدايته في 2014 فتحت اكثر من 700 الف حساب على الانترنت واستفادت ايضا من عشرات الالاف من المجندين. اليوم حسب تقرير اليوروبول نقص المجندون والمقاتلون على الارض، واصبح لدى داعش اليوم امكانيه التعويل على وسائل التواصل الاجتماعي. فالمجتمع الدولي اليوم، يعني هذا المجتمع، يعني يكون أو يعني في الشرق وفي الغرب مجمع على ضرب داعش. إذن التقارير تتحدث عن أن داعش بدأ يستثمر في خلاياه النائمة في معظم بقاع العالم، وسيلته الأساسية هي في التواصل الاجتماعي هي الإنترنت. إذن فهذا التقرير الذي ذكرتموه، تقرير اليوروبول، يذكر أن التضييق على داعش حاليا نتج عنه توسع في دائرة المؤيدين لها على الإنترنت. نعم. إذا كيف نفسر هذه الظاهرة؟ دكتور، هذه الظاهرة نفسرها في تقديري بثلاث أشياء. تفضل. أولا، داعش في نسختها الحالية هي في احتضار، وبالتالي من مصلحتها إنقاذ ما تبقى من نفوذها. ثانيا، داعش تعتبر أن عوامل النجاح في نشاطها مستقبلا يقوم على استغلال وتوظيف ناجع للإنترنت، لأن داعش ركزت في تحركاتها على الدعاية وعلى الصوت والصورة وعلى كل أدوات التواصل الاجتماعي، وهذا سيعوض في رأيها خساراتها للمساحات الجغرافية الكبرى التي كانت لديها. العنصر الثالث، السبب الثالث، وأن داعش تدرك أن تجنيد أتباع لها عبر الإنترنت سيكون أقل تكلفة وأسرع من حيث التخطيط لعمليات إرهابية. بالتالي لكل هذه الأسباب الثلاث أعتبر أن المعركة القادمة ستكون مع داعش، يعني أو ما داعش مع داعش مين، أو النسخة الجديدة لداعش، ستكون هذه المعركة هي من يملك السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم دكتور، أيضا مراكز البحث ستصبح مستقبلا تعتمد في توصيفها للظاهرة الإرهابية على كل يعني التصورات التقنية في مجال الانترنت وفي مجال كل ادوات التواصل. دكتور، بصراحه صوتك ليس بالواضح جدا بالنسبه لي، اتمنى ان يكون افضل للمشاهدين. كيف يمكن مجابهه الموانين للجماعات المتطرفه عبر الانترنت؟ كما ذكرت حضرتك هناك اجماع دولي وعربي على مواجهه داعش. يعني ستكون المواجهه بنفس الخطاب، يعني الخطاب الموازي للخطاب التكفيريين وخطاب هذه التيارات الإرهابية، ونحن رأينا أن بريطانيا أصبحت تنادي بوجود هذا الخطاب البديل. بريطانيا هي البلد الأوروبي الذي تضرر أكثر من البلدان الأخرى، يعني 5 عمليات في بضعة أشهر قليلة. يعني الآن بريطانيا التي كانت تؤوي الكثير من التيارات الدينية على أرضها أصبحت اليوم تنادي بخطاب يعني رقميا، بخطاب على الإنترنت يكون خطاب بديل لما تروج له هذه الوسائل الوسائط الاجتماعية التي تستعملها داعش. وهذا الخطاب الموازي يجب أن يضعه لا فقط علماء الدين، بل أيضا هناك علماء الدين وعلماء الاجتماع ومختصون أيضا في علوم الإجرام، وبالتالي هذا يمكن أن يكون محل ندوات وورشات مستقبلية، وهذا هو عنوان المرحلة القادمة في الحرب ضد داعش 2 كما نسميه. نعم دكتور. ستكون ب 70% هي حرب إلكترونية. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من تونس الدكتور علي العلاني خبير الجماعات المتشددة.